الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله وبك آمنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إلهنا وسيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا ذا الجلال والإكرام يا والعطاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وخرج بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأعز الجهاد والمجاهدين وأعز الجهاد والمجاهدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المستضعفين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم وفقنا أن نعمل صالحا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا عزيز يا كريم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لأزواجنا وذرياتنا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا عزيز يا كريم اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض
والمسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ولا تنظر إلى سوء أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، ونحن الفقراء، ونحن الضعفاء، ونحن الفقراء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا عزيز يا غفار يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا كريم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم، عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، عفوك يا كريم عفوك، عفوك يا رحيم عفوك، عفوك يا رحيم عفوك برحمتك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعزنا ولا تذلنا، وأعزنا ولا تذلنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا، اغفر لأساتذتنا، اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، واغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ أعمالنا من الرياء، اللهم احفظ أعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونور صدورنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل قيامنا، وتقبل ركوعنا وسجودنا، وتقبل منا تلاوة القرآن، وتقبل منا تلاوة القرآن في شهر رمضان. يا عزيز يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا رحمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.